رعاية وتشريف المولوي سامي نفتخر به ونرفع لأجله أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير لصاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. نفتتح جميعا اليوم فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفروسية ماطا تحت شعار ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية المستدامة. وهذه أول دورة تقام بعد وفاة نقيب الشرفاء العالميين الأستاذ عبد الهادي بركة أكرم الله مثواه. عاش الملك. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كنت فرحان بإبراز الأمنيات ديالو وبتشريف المنطقة اللي مثله. الحمد لله شفتوا أجواء ديال الخيالة، أجواء ديال الزوار المحبين ديال هذه اللعبة اللي هي اللعبة ديال اللي كتحيي التراث المغربية، التراث ديال المغرب. الجمعية العالمية العروسية لعمل اجتماعي ثقافي حفظت على التراث. وشكرا رحمه الله لكل المساهمين المتعبين، كذلك نخص الاستاذ عبادي بركه كان عنده غيره على تراث الجباليه، فاحنا اليوم ما بعد الوفاه ديالو رحمه الله فكنترحموا عليه بامتداد هذا التراث. حنا مازال غنقوموا بهذا المطا ومازال غنحافظوا على تراث الجباله وهذه التراث ديال المغرب. هو هذا التراث المغرب كتقوى طبعا بالشرف اللي عندنا برعايه الملك محمد السادس نصر. اليوم كما شفتوا كان الفرسان ماطا، غدا كذلك غتكون واحد المهرجان فني غدا بحضور الفنانين المتوازنين فحال الحور فحال الحفصه فحال الصناجيه وعدد من الفنانين معروفين. ونهار الاحد ان شاء الله غتكون البطوله النهائيه. شفتوا المهم في هادشي وما شفتوا كاين شباب 9 سنين 10 سنين اللي كيحبوا ماطا اللي ملوعين بهاد اللعبه هادي. وهذا هو الدور ديال الجمعيه، هذا هو الدور ديالكم كصحافه، لان الدور ديالكم مهم لاشعاع هاد الفروسيه. ونشكركم يا خيالة كل الفرسان الشجعان اللي حاضرين معنا من مجموعة من المناطق الجبلية من أجل إمتاع الحضور. خيالة شكرا سمحة محمود اللي كان بطل من أبطال هذا اللعبة. اليوم تعلن على الانطلاق الرسمي للمهرجان الدولي لفروسية ماطا في الدورة العاشرة تحت شعار ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية المستدامة. الحمد لله فضاءات المهرجان فضاءات متنوعة كتشمل معرض ديال المنتوجات الفلاحية والصناعة التقليدية. الحمد لله حضروا عارضين مختلف الأقاليم المغربية، وهذا العام حضروا معنا الأقاليم ديال الصحراء المغربية ضيف الشرف ديال التعاونيات الدائم، وحضروا معنا تعاونيات من موريتانيا اللي كنرحبوا بهم بهذه المناسبة هذه. الحمد لله فضاءات مهرجان ماطا كتشكل واحد الفرحة واحد الابتهاج للساكنة واللي كيحضر معنا كامل كل شيء. اليوم صبحت ماطا واحد الفضاء خصب ديال حوار الثقافات حوار الحضارات اللي كتجمع ممثلين على دول مختلف الجنسيات افريقيا اوروبا اسيا. وشكرا. شكرا سمحة